السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايين لحضراتكم بالشغل الجديد من جروب حاجات ومحتاجات ست البيت، أجمد العروض وأقل الأسعار. نبتدي معاكم باللي هو الشغل اللي لسه جايبينه، اللي هي المساحة دي. المساحة دي اللي حضراتكم كنت طالبينها، اللي هي بصوا بتعصر كده، هي دي بتلفيها بتعصر. هي هوريها لحضراتكم دلوقتي، اهي قدام حضراتكم تتشد لفوق كده سنة، اهي تعصر. بعد كده لو عايزة تعمليها بقى تروح سحبها لفوق سنة، اهي بس رجعت تاني. والمساحة دي سعرها مفاجأة، تابعونا في آخر الفيديو عشان تعرفوا سعرها. وبرضك طقم التوابل اللي حضراتكم كنتوا طالبينه، ناس كتيرة جدا كانت طالباه، برضك سعره مفاجأة في آخر الفيديو. واللي هو المج الستاربكس ده برضك سعره مفاجأة في آخر الفيديو، تحفة. هي بصوا اللي هو المختوم من جوه، اهو بصوا اللي هو المختوم من جوه. وفي برضك اللي هي المساحة اللي هي بتاعت الإزاز، برضو جايبينها لحضراتكم وسعرها مش هتصدقوا سعرها. سعرها 20 جنيه بدل 30 وخمسة وتلاتين جنيه أقل سعر. دي خامة جميلة جدا، بتمسح الإزاز من بره ومن جوه. وفي اللي هي بتاعت السيلف دي، اللي هي الرينج لايت دي، اهي دي بتضيء 3 اضاءات، عاملة عرض عليها دي، ده عاملة 25 جنيه. وفي برضك اللي هي المقاول الجديدة دي عاملة لها عرض 35 جنيه بدل 45، بس خامتها تحفة. وفي اللي هي المقاول دي عاملة لها عرض ب20 جنيه. وفي اللي هي القشرة الجديدة دي برضك تبع الماركة اللي هي بتاعت جروب تايجر. برضك بصي بتدس عليها هنا، دي كده قشرة بطاطس الناحية دي، اهي الناحية التانية دي قشرة بصل، دي عاملة عليها عرض عاملة 35 جنيه. وجبنا برضو لحضرات كلها قصة المروحة دي عاملة عليها عرض 12 جنيه ونص، اللي هي دي 15 جنيه. صح، في برضك عرض على اللي هم حامل القشات دول، عامل مكانس المقشات الخمسة ب20، يعني يقف في العرض ب4 جنيه. طبعا الخامة دي اللي هي الأصلية، أول خامة نزلناها جميلة جدا دي، برضه هتقف ب4 جنيه. وجبنا لحضراتكم برضه كيس ود التكييف، اهي. وفي برضه كذا منها، اهي دي جبنا اللي هو النوع ده، ولا نفس الخامة اللي هي بتاعت كسوة المروحة، واللي هي النوع ده اللي هي نفس الخامة بتاعت كسوة الغسالة يعني. وبرضو جايبين كسوة الغسالة دي، ده عاملة عليها عرض 95 جنيه. بتاع التكييف برضو ده سعره مفاجأة في آخر الفيديو، مش هتصدقوا سعره، تابعونا عشان تعرفوا سعره، أقل من سعره جم. وجبنا برضك من اللي هي الخامة اللي هي بتاعت كسوة المروحة، جبنا منها بتاعت الغسالات اللي هي الغسالة الاوتوماتيك، الغسالة اللي هي الفول اوتوماتيك، هي قدام الكاملة دي بتاع الغسالة، ده عاملة على رفض عليه ب30 جنيه. وفي اللي هما بتاع الميكروويف بتاع التلاجة، هما الاتنين دول، هم دول عاملة عليهم عرض، ده الواحد عامل 15 جنيه، أقل من سعره جم. وكسوة اللي هي المروحة اللي هي الكاملة، هي دي أنا عاملة في العرض 35، وفي النوع اللي هي أصغر شوية 30 جنيه. وفي بتاعة التكييف دي أنا عاملة في العرض 15 جنيه.
هيوصل عشان هي بتاعتها هي. وفي برضو الجبنة اللي حضراتكم اللي هي زي ما شفت الاطباق دي، هي اشكالها بتاع 6 اشكال، ده عامل 20 جنيه. واللي هو البني بتاع الشعر ده عامل في العرض لسه، العرض شغال على 10 جنيه. هي الوانه كلها هي. وفي دي البني ده برضو 5 جنيه. كوباية الاطفال رجعت تاني برضو، جايبين منها كمية كبيرة ولسه العرض شغال عليها برضو 5 جنيه، اقل من سعرها جملة. اللي هو الشمع الالكتروني ده في العرض عامل 5 جنيه. وفي اللي هي اللي حامل فرش المعجون السنان ده ب20، اقل من سعر جملة. واللي هو دون الجوانتي ده في العرض 45 جنيه، اللي هو التقيل مبطن من جوه. وبرضك الفوط دي رجعناها تاني في العرض 15 جنيه بدل 20، ودول التلاتة ب10 جنيه. والفوط دي برضك رجعنا العرض عليها تاني 10 جنيه بدل 15، نلحق العرض بتاعها. وفي الشماعات دي برضك اللي هي الرفيعة دي اهي، الرفيعة دي بتاعت معالق التوزيع وكده، دي عاملة 10 جنيه. وفي اللي هي الخامة المحملة دي 30 برضك هي، واللي هي اللي فيها الهوك دي، لا اللي هي اللي الهوك 30، التانية دي العادية التانية دي بس تقيلة 25. اهي برضك. وجبنا اللي هو الكرسي ده برضك رجعناه تاني، برضك رجعنا العرض عليه تاني 350 جنيه. يا ريت اللي عايز يحجز الكرسي برضك يحجز، يكلمنا قبلها عشان قبل ما الكمية تخلص. ده هو بصوا يلف معاك 360 درجة، وبيعلى وبيقطع من هنا وبيلف معاك 360 درجة. واللي هو الظهر برضك بيريح لورا برضك، جميل جدا، اقل من سعره جمله. وفي اللي هو الستاند ده اللي هو بتاع الغسالة 185، والحمام 175. وفي اللي هو الطقم المصافي ده عامل عرض عليه 125. طقم العجانات ده استانلس على المصفي وخامة محملة اللي هو المختوم عامل 220 جنيه. وفي برضو دي بتاعت الشامبو والشاور وكده، ازاي الزيت والخل اللي هي كذا استخدام، دي انا عاملة في العرض ب100 جنيه. اللي هي المساحة المبخخة دي انا عاملة 115 جنيه. وفي اللي هو السبت اللي على العروسة ده التحفة ده اللي قدامنا ده عامل على العرض 50 جنيه. وفي اللي هو الحامل بتاع البروات ده ب30 جنيه في العرض. وفي الستاند ده عامل 30 جنيه. وطيان الحلل 7.5، شماعة الطرح دي 25 جنيه، ودي 27.5 مستوردة. ودون بتاعت الاريال جبنا الوان جديدة منه، لون الابيض واللون الرصاصي، ده عامل في العرض 50 جنيه. والمساحة دي قلنا سعرها مفاجأة، طب انا عشان تعرفوا سعرها، هي وطعم التوابل ده برضو، واللي هي دي المجات اللي هي الستاربكس دي، قلنا اللي هي الشنطة دي بتاعت المشابك دي في العرض 27.5. والمنظم ده 20 جنيه. والشماعة اللي هي الاستاذ حرف الاس 10 جنيه. والشماعة دي ده عامل عليها عرض 30 جنيه. النهاردة برضك مفاجأة عاملينها لكم، اللي هي سلاكة الحوض دي 160 سنتي الكبيرة، اهي قدام حضراتكم اهي، بصوا طولها قد ايه. دي انا عاملها عليها عرض النهاردة 12.5 بدل 15 و20 جنيه، مستوردة وخامتها جميلة جدا، اقل من سعرها جم. وفي اللي هي الزمزم اللي هي دي الازاز الصغيرة بتاعت الاطفال دي 20 جنيه، واللي هي دي 65 جنيه، اللي هي الزاوية بتاعت الحوض 10 جنيه. في الصفاية دي جميلة جدا، دي عاملة عليها عرض 25 جنيه، بس خامتها جميلة جدا. وفي برضو كل هي البرادات دي حاجات بتاعت الكسترات بتاعت الحاجة السخنة دي، حارقين سعرهم النهاردة. دي انا عاملة عليها عرض 12.5 جنيه، في اشكال كتيرة منها. وفي دول الاتنين مع بعض ب10 جنيه برضو، مش هتصدق الكوستر ده منزلينه بكام النهاردة، منزلينه ب20 جنيه، يعني بدل 25 جنيه و30 جنيه و27.5 منزلينه النهاردة ب20 جنيه، تحطيم اسعار. في اللي هو الكوستر ده ب40 جنيه، 6 مفارش ب40 جنيه، مفرش التلاجة في العرض زي ما هو 7.5، 3 ب20، واللي هو الكوستر ده 10 جنيه. وفي القطاعات دي في العرض عاملة 30 جنيه،
واللي هي البيضة 45 و40، في الرول التركي ده ال10 وال4 ب 30 جنيه، تاخد عرض 4 ب 30 جنيه. البوكس بتاع لعب الأطفال 25، اللي هي دي 30 جنيه، هي دي لسه العرض شغال على 30 جنيه. في اللي هي الدواسات بتاع البانيو جبنا أشكال جديدة كتيرة، في اللي هو دي الحافظة بتاعت الأكل دي 45 جنيه، والمقشات اهي اللي هي المقشة فلورا دي والمقشات دي 35 جنيه، دي 25، ودي عاملة في العرض 22.5. في اللي هي الفرش دي فلورا 25، مساحة فلورا هي اللي هي الاتنين في واحد، واللي هي السفنجتين دي عاملة 30 جنيه، ودي 25، ودي عاملة 30 جنيه، مساحة وبخاخة وفوطة. والشماعة دي لسه العرض شغال على برضه 12.5 بدل 20. في اللي هو المنظم دون ده بتاع المنظم الحمام والمطبخ، ده عامل في العرض 20 جنيه. الشفاطات برضه في العرض عليها 10 جنيه. الكسترات دي 5 جنيه. اللي هو الشراب السيليكون ده 20، ده 7.5. السكاكين الجديدة دي 12.5. شايلات البطاطس دي 35، 40، 45، 3 مقاسات. والمشابك دي 15، ومشابك الترك 25. عاملين عرض على المشابك الترك اللي هياخد 3 ب60 جنيه على طول، يعني التلاتة يبقوا واقفين بيعتبروا سعر 2. وفي المصافي الجديدة الكبيرة دي 35، ودي 25. وفي برضه في صح المفارق اللي هي معالق السيليكون دي، خامتها جميلة جدا لسه منزلينها، دي اللي هي الخامة المحملة وما بتتنيش، بس جمتينا جدا اهي. وفي بقى حاجة منها دي طرية شوية، دي عاملة 20، ودي عاملة 25 جنيه بدل 35 جنيه. وفي اللي هي القوالب بتاع الكوب كيك دي في العرض عاملة 25 جنيه، 12 مع بعض. مكبس الهمبرجر ده عاملة عليه عرض 30 جنيه. الشايلات ده الطقم زي ما عارفين ب 30 جنيه في الطاق، يعني الأشكال كلها ب 30 جنيه. شايلات عصارة الليمون 75، مشابك البطاطين 10. وفي اللي هو المفرش التقيل ده بتاع العجين ده لسه العرض شغال عليه برضك، عامل في العرض 40 جنيه. والمسلن برضه لسه العرض شغال عليه 25 جنيه. فرش الشيش 25. في المساحة دي برضه جديدة عاملين عليها عرض 15 جنيه، اللي هو الرول الرخام والرولات دي 25.20. معالق الخشب 12.5، والكوبش 20، والماسك ده 20، في الشاكوش ده 10، شايلة الحلويات السيليكون دي 20، والكوبشة زي ما قلنا 20، الفرشة دي 7.5. في اللي هي الفرشة المخزن دي 5 جنيه، دي برضو ب5. في الفرشة الجديدة دي 3 ألوان منها، هي ألوانها اهي، دي عاملة عليها عرض ب10 جنيه، خامتها تحفة. في اللي هي الفرش دي 7.5، في الفرش دي 17.5، في الفرش دي برضه 17.5 تركي، الراشة 5 جنيه. وفي اللي هي اللي هي دي جنب شايلة ايكيا دي عاملة في العرض 15 مستوردة، مبشرة 25، الكبة اللي فوق ده 40 اهي، الكبة اللي فوق ده 40، الكبة التانية دي 75، واللي هي المباية بتاعت ماكس دي في العرض 100، والمنظم الإدراك ده عامل 40 جنيه في العرض. الصفايه دي انا عامله في العرض 10 جنيه. والبطرمانات دي منزلين عرض عليها النهارده 12.5، يعني تاخد 4 ب 50 جنيه. الكنبه بتاعت المناديل بدل 35 منزلين عرض عليها 30 جنيه. والسبيتا دي 20 جنيه. علبه الخيط 65 زي ما هي، عرض شغال عليها برده. وفي اللي هي السبت ده عامل 10 جنيه. والجوينتي دول، وفي برضه دي الجوينت عامل 45، وفي دي اللي هي بتقشر معاكي ولها البتاع بتاعتها الخزان، يعني تقشر الحاجة تطلع في الخزان، ده عامل 15 بدل 20. في الفوطة دي ب10،
في اللي هي الصبانة دي برضو لسه العرض شغال 12.5، المضرب السيليكون 12.5، وفي اللي هما التلات فوط دي في العرض ب10 جنيه، أقل من سعرهم جملة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، هقولكوا على أسعار في اللي هي مطحنة الفلفل 55، وبتاعة السمك برضك 7.5 زي ما هي، في الهرسة دي 12.5. هقولكوا على أسعار الحاجات اللي قلنا أسعارها مفاجأة، اللي هي المساحة دي تتباع في الأونلاين ب300 جنيه و250، عاملين عليها عرض 155 جنيه. ايه تاني اللون؟ قلنا برضو كلها دي سعرها مفاجأة، دي سعرها في العرض 75 جنيه الستة، ومعاها التوابل الستيكر التوابل بتاعها، والمج ده عامل في العرض عامل 55 جنيه بدل 75 جنيه، مج الستاربكس برضو سعره تحفة. وبرضو نسيت اصور لكم دول في الاول، دي اشكال التلاجة ده عاملة 10 جنيه، اشكال دي 7.5 جنيه، اشكال التركي جميلة جدا برضه. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، واتمنى اللي مش مشتركين معانا يشتركوا، انتظروا من جروب حاجات ومحتاجات ست البيت كل جديد. وفي برضه في الليفة دي نسينا نقول سعرها، دي العرض عليها 23 جنيه في العرض بس، وانتظروا من حاجات ومحتاجات ست البيت كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واللي عايز برضك يقول اي حاجه ينقد اي حاجه طالما نقد باحترام وكده عادي، يعلق براحته يقول اللي هو عايزه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.